فتحية سيدة مصرية متزوجة وأم لثلاثة أطفال، اضطرتها ظروف الحياة أن تكون هي السند المادي لزوجها وأطفالها، فزوجها مريض لا يستطيع العمل. تعلمت القيادة لتعمل سائقة على سيارة سيرفيس، دفعت مقدمة قسطها من القروض والجمعيات، ولم توفر لها المحافظة التي تسكن بها إمكانية قيادة السيارة، ولم تمنح لها رخصة السيرفيس. رحت قدمت طلب للمحافظ بترخيص تاكسي أو سيرفيس، كتر خيره وافق لي بترخيص سيرفيس، وحولنا على مجمع مواقف دمنهور. اتصل بيا سيادة اللواء عبد المنعم السبيعي، قال لي تعالي لأن جالك ترخيص سيرفيس وخدي كملي بقى الأوراق دي. لقيت السيادة اللواء بيقول لي لسه ما فيش، في مستنيين لجنة عليا. طب اللجنة العليا امتى؟ لسه ما تحددتش. شهر تاني طبعا ما... طب انا عايزة نشتغل. فروحت المرور قلت لهم انا جالي ترخيص ومعايا صور الأوراق، قلت لهم انا جالي ترخيص سيرفيس بس لسه ما مشاش، وانا عايزه نشتغل علشان خاطر نسد الورق اللي ورايا وظروفي. ووريتهم الورق ووريتهم كل حاجه، فكتر خيره المدير الترخيصات جه عطيني ورقه قال لي روحي اشتغلي وان شاء الله محدش هيزنق عليك لحد ما نشوف الوضع ايه. رحت اشتغلت في البلد، كل ما قابلنا امين شرطه او ضابط وكده في المرور نوري له الورقه، في اللي بيتقبل الورقه وفي اللي ما كانش بيتقبلها، لحد يعني بالظبط كده 17 يوم لقيت قابلنا امين شرطه ماسك الورقه مقطعه. قلت له انت بتعمل ايه ده؟ انت كده بتدمر حياتي ومستقبلي عشان خاطر عيالي، ليه كده؟ جه قايل لي اللي عطيك الورقه هو اللي امر بكده. جتني رايحه عليه في المرور، ايه؟ قال لي بصي انا تأذيت بسبب الموضوع ده، انا اتعاملت معاكي بما يرضي الله والوجه الله علشان خاطر ظروفك وعيالك، بس لو جيتي على حساب مصلحه عيالي ورزقي فانا النفس اللي هنسلم لك العربيه. قلت له كتر خيرك، طب نعمل ايه؟ قال لي انا ما عنديش، ما نقدرش نقولك تعملي ايه، شوفي ترخيصك. احنا بنلاش رئيس الجمهوريه ان هو احنا مش عايزين مساعده من حد، بس احنا عايزين يرخصوا لنا بس السيرفيس اللي احنا نقدر نشتغل عليه ونقدر نفتح بيه بيتنا ونقدر نسد بيه احتياجاتنا. انا بناشد سياده رئيس الجمهوريه، يا سياده الرئيس انت اللي قلت ان المراه قادره على ان تختار جميع مجالات العمل. اتعلمت السواقه بقى لي سنه، اتعلمت السواقه وبقيت نسوق في البلد وشغال، بس أنا في المحافظة اللي أنا فيها ما هم مش متقبلين إن أنا نسوق. ربما صوت هذه السيدة ومناجاتها للمسؤولين في محافظة البحيرة لم يلقى قبولاً ولا تعاطفاً منهم، فها هي تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شجع على عمل المرأة في جميع المجالات طالما قادرة على ذلك. نهى حمزة، 90 دقيقة، قناة المحور.